بجد التحيه لكل مشاهدينا ومتابعي قناه الالف كل مكان. الحقيقه زي ما قلنا مؤتمر اكثر من رائع، وزي ما بنقول وبناكد في كل مره، وعد مجلس اداره النادي الاهلي واوفى بالحقيقه الفتره اللي فاتت في ظل صعوبات وضغوطات كثيره جدا. ينضم لنا كمان في هذه اللحظات كابتن الكبير كابتن جوهر نبيل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. احنا بنحييكم كابتن جوهر طبعا كاعضاء للنادي الاهلي، لان الفتره اللي فاتت الحقيقه كانت صعبه جدا في ظل ضغوطات وهجوم وموارد كانت ضعيفه جدا، كورونا، ازمات عديده جدا، لكن النادي الاهلي الحقيقه وقف بثبات عافر الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا. والحقيقه النتيجه النهارده سعيد جدا وكل سعيد النهارده كابتن كريم. احنا واقفين على ارض النادي الاهلي، ولاد النادي الاهلي، النادي الاهلي علامه تجاريه كبيره، تاريخ كبير. الحدث اللي حاصل النهارده حدث بشكل محترم يليق بتاريخ النادي الاهلي وبشياكه النادي الاهلي، بغض النظر مين موجود في مجلس الاداره ومين مش موجود في مجلس الاداره. فبالتالي انت بتتعامل مع كيان كبير، فلازم كل خطوه بتعملها او كل حدث بتعمله كبير. انجازات كلنا مبسوطين بيها، اربع سنين كلنا كنا بنقول قبل الاربع سنين ان ده وعود انتخابيه ده كذا، ولكن بعد الاربع سنين في حاجات اتعملت ايجابيه كتير جدا، ايجابيات على المستوى الرياضي، مستوى الانشائي، مستوى الفروع، مستوى الكوره، مستوى في اكيد في بعض الاخفاقات. ما فيش حد بيدير اي منشاه سواء هي رياضيه او تجاريه لازم يكون في بعض الاخطاء، ولكن مجمل عام لا، في انجازات تمت بشكل كبير جدا، واستعرضها الحقيقه كابتن محمود الخطيب. الشركات اللي تمت الاستثماريه برده كويسه جدا، كلنا فخورين ان احنا كنا مشاركين وموجودين خلال اربع سنين من خلال اداره النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي بدعم كبير من الاعضاء ودعم جماهيري بشكل كبير. المرحله اللي جايه كيف تراها؟ الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يولي من اصلح ان شاء الله الفتره اللي جايه لقياده النادي الاهلي، لكن شايف النادي الاهلي فتره ازاي كابتن؟ المرحله اللي جايه مرحله صعبه قوي، مرحله صعبه جدا. اولا في اختيار القائمه، دي اول مرحله. تاني حاجه المرحله طبعا اللي جايه كمان المجلس اللي جاي لا عنده تحديات كبيره جدا، عنده تحديات اللي هو يقدر يكمل على اللي فات ويعلي كمان عليه. مصادر التمويل لازم تكون بشكل مختلف، لان كمان اسعار اللعيبه مش بس في كره القدم، في كل اللعبات بقت عودها عاليه جدا. فبالتالي عشان تنافس على المراكز الاولى لازم يكون المقابل اعلى لكل لاعب، فبالتالي لازم مصادر تمويلك تكون بشكل مختلف. نتمنى ان شاء الله المجلس الاداره الحالي سواء اللي هيختاروا كابتن محمود الخطيب في قائمته او حتى هتختاروا الاعضاء الجمعيه العموميه، بغض النظر هو مين، هو جاي اكيد يخدم جمعيه عموميه، يخدم النادي الاهلي بشكل كبير جدا بدون اي مصلحه، ولكن يرد الجميل للنادي الاهلي. شكرا جدا. شكرا جزيلا. بنشكر اكيد كابتننا الكابتن جوهر نبيل على هذا اللقاء، ومستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، ولقاءات خاصه عقب انتهاء مؤتمر الكابتن محمود الخطيب اللي اعترف فيه امور عديده جدا. بنتمنى ان شاء الله المرحله القادمه يبقى النادي الاهلي في المقدمه دائما.